يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الجوهري أعطنا اليوم، واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. آمين. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح عبيدك المؤمنين الغلبة على الشرير، واحفظ بقوة صليبك جميع المختصين بك، المجد للآب والابن والروح القدس، يا من ارتفع على الصليب مختارا أيها المسيح الإله. امنح رافتك لشعبك الجديد المسمى بك، وفرح بقوتك عبيدك المؤمنين مانحا اياهم الغلبه على محاربيهم، ولتكن لهم معونتك سلاحا للسلام وظفرا غير مفقود الان وكل اوان ولا دهر الداهرين. امين. أيتها الشفيعة الرهيبة غير المخذولة، يا والدة لله كلية التسبيح، لا تعرضي يا صالحان توسلاتنا، بل وطدي سيرة المستقيمين رأي، وخلص الذين أمرت أن يتملكوا، وامنحيهم الغلبة من السماء، بما أنك ولدت لله أيتها المباركة وحدك. ارحمني الله بعظيم رحمتك، نطلب اليك فاستجب وارحم. كرياليسون كرياليسون كرياليسون. وايضا نطلب من اجل المسيحيين الحسن العباده الارثوذكسيين. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. وايضا نطلب من اجل ابينا وبطريركنا يوحنا وكل اخوتنا في المسيح. كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون. لانك اله رحيم ومحب للبشر، واليك نرفع المجد ايها الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى دهر الداهرين. امين. بسم الرب بارك يا اب. مجد للثالوث القدوس المتساوي في الجوهر المحيي غير المنقسم كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. يا رب افتح شفتي في اخبر فم تسبيحتك. يا رب افتح شفتي في اخبر فم تسبيحتك. يا رب لماذا كثر الذين يحزنوني؟ كثيرون قاموا علي، كثيرون يقول لنفسي اخلص له بإلهه. وانت يا رب ناصر ومجدي ورافع رأسي، بصوتي الى الرب صرخت فاجابني من جبل قدسه. انا رقدت ونمت ثم قمت لان الرب ينصرني، فلا اخاف من ربوات الشعب المحيطين بي المتآزرين علي. قم يا رب وخلصني يا الهي، فانك قد ضربت كل من يعاديني باطلا وسحقت اسنان الخطأ. للرب الخلاص وعلى شعبك بركتك. أنا رقدت ونمت ثم قمت لأن الرب ينصرني. يا رب لا بغضبك توبخني ولا برزقك تؤدبني، فهن سهامك قد نشبت في ومكنت علي يدك. ليس لجسدي شفاء من أجل غضبك ولا سلامة في عظامي من أجل خطاياي، لأن آثامي قد تعالت فوق رأسي كحملا ثقيلا قد ثقلت علي، قد أنتنت وقاحت جراحاتي من قبل جهالتي. شقيت وانحنيت للغاية والنهار كله مشيت عابسا، لأن متني قد امتلأ مهازئ وليس لجسدي شفاء. شقيت واتضعت جدا وكنت أئن من تنهد قلبي. يا رب إن بغيتي كلها أمامك وتنهدي لم يخف عنك. قد اضطرب قلبي وفرقتني قوتي ونور عيني أيضا لم يبق معي. أصدقائي وأقربائي دنوا مني وقفوا لدي، وجنسي وقف مني بعيدا. وجدني الذين يطلبون نفسي والملتمسون لي الشر تكلموا بالباطل وغشا طول النهار درسوا. أما أنا فكأصم لا يسمع وكأخرس لا يفتح فاه، وصرت كإنسان لا يسمع ولا فمي تبكيت. يعني عليك يا رب توكلت وأنت تستجيب لي يا ربي وإلهي، لأني قلت لا يشمت بي أعدائي وعندما زلت قدماي عظم علي الكلام. لأن الضرب مستعد وجعل لدي في كل حين، لأني أنا أخبر بإثمي واهتم من أجل خطيئتي. أما أعدائي فأحياء وهم أشد مني، وقد كثر الذين يبغضوني ظلما، الذين جازوني بدل الخير شرا، محلوا بي لأجل ابتغاء الصلاح. فلا تهمني يا ربي وإلهي ولا تتباعد عني، أسرع لمعونتي يا رب خلاصي. فلا تهمني يا ربي وإلهي ولا تتباعد عني، أسرع لمعونتي يا رب خلاصي. يا الله إلهي إليك أبتكر، عطشت إليك نفسي، بكم نوع لك جسدي في أرض برية وغير مسلوكة وعالمة ماء.
هكذا ظهرت لك في القدس لعين قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة وشفتي تسبحانك. هكذا أباركك في حياتي وباسمك أرفع يدي فتمتلئ نفسي كمان من شحم ودسم وبشفاه الابتهاج، وسبحك فمي إذا ذكرتك على مفرشي هذا طبك في الأسحار، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحك أستتر. التصقت نفسي وراءك ويا عضدة يمينك. أما الذين يطلبون نفسي باطلا فسيدخلون في أسافل الأرض ويدفعون إلى أيدي السيوف فيكونون أنصبة للثعالب. أما الملك فيسر بالله ويمتدح كل من يحلف به، لأنه قد سدت أفواه المتكلمين بالظلم. هذلت بك في الأسحار لأنك صرت لي عونا وبظل جناحك أستتر. التصقت نفسي وراءك ويا عضدة يمينك. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولدهر الداهرين أمين. هللويا 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 المشترك الله. هللويا 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 المشترك الله. هللويا 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 المشترك الله. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أمين. يا رب إله خلاصي، في نهاري صرخت في ليلي أمامك، فتته قدامك صلاتي من أذنك إلى طلبتي، فقد امتلأت نشر نفسي ودنت من الجحيم حياتي. وصرت مع المحدرين في جوبي، صرت مثل إنسان ليس له معين حر بين الأموات، مثل مجرحين الرقود في القبور الذين لا أذكرهم أيضا، وهم عندك مقصون جعلوني في جوبي أسفل السافلين في ظلمات وظلال الموت. علي استقر غضبك وجميع أهوالك جس علي، أبعدت عني معارفي جعلوني لهم مجاسة. قد استمت وما غرشت وعيني ضعفتان المسكنة، صرخت إليك يا رب النهار كله وإليك بسط يدي. أفعل لك للأمات تصنع العجاب، أن الأطباء يقونوا فيعترفون لك. هل يحدث أحد في قبل رحمتك وفي الهلاك بحقك؟ هل تعرف في ظلمة عجابك وعدوك في أرض منسية؟ وأنا إليك يا رب صرخت فتبلغك في الغداة صلاتي. لماذا يا رب تفسي نفسي وتصف وجهك عني؟ فقير أنا في الشقاء منذ شبابي، وحين ارتفعت وتضعت وتحيرت. علي جاز رزقك وسعتك أزعجتني، أحاطت بك الماء ونهار كله اكتنفتني معا. أبعدت عني صديقة وقريبة ومعارفي من الشقاء. يا رب إله خلاصي، في نهاري صرخت في ليلي أمامك، فرتته خدامك صلاتي من أذنك إلى طلبتي. باركي يا نفسي رب ويجمع ما في داخلي اسمه قدوس. باركي يا نفسي رب ولا تنسي جميع مكافاته، الذي يغفر جميع أثامك، الذي يشفي جميع أمراضك، الذي ينجي من الفساد حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخيرات شواتك فجدت كنس شبابك. الرب صانع الرحمات والقضاء لجميع المظلومين. عرف موسى طرقه من إسرائيل مشيئتها، رب رحيم ورؤوف طويل الأنات وكثير الرحمة، ليس إلى الانقضاء يصفت ولا دهر يحقد، لا على حسب أثامنا صنع معنا ولا على حسب خطايانا جازانا، لأنه بمقدار ارتفاع السماء عن الأرض قوى رب رحمته على الذين يتقونه، ومقدار بعد المشرق من المغرب أبعد عنا سيئاتنا. كما يترأف الأب على بنين ترأف رب على خائفيه، لأنه عرف جبلتنا وذكر أننا تراب نحن. الإنسان كل أشبه أيامه وكزهر حقل كذلك يزهر، لأنه إذا هبت فيه الريح ليس يثبت ولا يعرف أيضا موضعه. أما رحمة الرب فهي منذ الدهر وإلى دهر على الذين يتقونه، وعدله على أبناء البنين حاضين عهده والذاكرين وصاياه ليصنعوها. الرب هيأ عشرة في السماء والمكته تسود على الجميع. باركوا رب يا جميع ملكته المقدرين بقوة، العاملين بكلمته عند سماع صوت كلامي. باركوا رب يا جميع قواته يا خدامه العاملين إرادته. باركوا رب يا جميع أعماله في كل مواضيع سيادته. بارك يا نفس الرب في كل مواضيع سيادته. بارك يا نفس الرب. يا رب سمع صلاتي وانصب بحقك إلى طلبتي، استجب لي بعدلك ولا تدخل في محاكمتي مع عبدك، فإنه نجزك أمامك كل حيا، لأن العدو قد اضطهد نفسي وأذل في الأرض حياتي، وأجلسني في ظلمات مثل الموتى منذ دهر، وجر علي روحي وطرب قلبي في داخلي. ذكرت الأيام القديمة، أتت في كل أعمالك وتأملت في صنع يديك، بسط يدي إليك ونفسي لك كأرض لا تمطر. أسرع فاستجب لي يا رب وقد فينت روحي، لا تصرف وجهك عني فأشاب الهبطين في الجب. اجعلني فلوداتي مستمع رحمتك، فإني عليك توكلت. عرفني يا رب الطريق الذي أسلك فيه، فإني إليك رفعت نفسي. أنقذني من أعدائي يا رب، فإني قد لجأت إليك. علمني نعمل مرضاتك لأنك أنت إلهي، روحك الصالح ديني في أرض مستقيمة من أجل اسمك يا رب، وتحييني بعدلك تخرج من حزن نفسي، وبرحمتك تأصل أعدائي، وترك جميع الذين يحزن نفسي، لأني أنا عبدك. استجب لي بعدلك ولا تدخل في محاكمتي مع عبدك. استجب لي بعدلك ولا تدخل في محاكمتي مع عبدك. روحك الصالح ديني في أرض المستقيمة. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أمين. هللويا 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 المجد لك يا الله. هللويا 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 المجد لك يا الله. هللويا 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 يا الله يا إلهنا ورجانا لك المجد. بسلام إلى الرب نطلب، من أجل السلام العلوي وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب، من
لأجل سلام كل العالم وثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. لأجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب. من أجل أبينا وبطريركنا يوحنا والكهنة المكرمين والشمامسة الخدام بالمسيح وجميع الإكليروس والشعب إلى الرب نطلب. من أجل حكامنا ومؤازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب. من أجل هذه المدينة وجميع الأديرة والمدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. من أجل اعتدال الأهوية وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلامية إلى الرب نطلب. من أجل المسافرين برا وبحرا وجوا والمرضى والمتألمين والأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين، فلندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله، لأنه بك يليق كل مجد وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. هللويا 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 لمن اخترتهم وقبلتهم يا رب. هللويا هللويا هللويا. وذكرهم إلى جيل فجيل. هللويا هللويا من تدبر الكل بعمق حكمتك ومحبتك للبشر، يا من تمنح الكل ما يوافقهم أيها المبدع وحدك، أرح يا رب أرواح عبيدك لأنهم عليك قد وضعوا رجاهم، يا إلهنا الصانع والجبيل الكل. المجد للآب والابن والروح القدوس لأنهم عليك قد وضعوا رجاهم، يا إلهنا الصانع والجبيل الكل الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. إننا قد اتخذنا كسورا ومينا وشفيعة حسنة القبول، ندى الإله الذي ولدته يا والدة الإله
التي لا عروس لها وخلاص المؤمنين. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. اعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب ارحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين، فندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك يا رب. لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. لما كانت المكافحات الجهادية في المعركة والتعذيب الاغتصابية على الشهداء، كانت صفوف العديمير الأسياد منتصبين ضابطين لهم جوائز الغلبة، فأذهل الحكماء الملوك والمغتصبين واضمحلوا المحال بالاعتراف بالمسيح، فيا رب يا من أيدتهم المجد لك. عجيب هو الله في قديسيه، إن القديسين قد صبروا على المكافحات الجهادية وأخذوا من لدنك جوائز النصر وأبطلوا حيل المتعدين الشريعة واقتبلوا أكاليل عدم الفساد، فبطلباتهم اللهم خلص نفوسنا. إن الله قد جعل قديسي في الأرض عجبا، إن تذكار قديسيك يا رب قد ظهر كالفردوس في عدن، لأن به تبتهج الخليقة بأسرها، لذلك منحنا بطلباتهم السلام والرحمة العظمى. مجد للآب والابن والروح القدس. أيها المسيح، بما أنك إله سريع المصالحة، رتب الراقدين الذين نقلتهم بإيمان في مظالي مختاريك وفي بلدة الأحياء، واملأهم من نورك الذي لا يغرب، واجعلهم مستحقين الفرح السماوي. الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. يا من دعوت أمك المباركة، لقد قبلت إلى الآلام باختيارك طوعا، واشرقت على الصليب مريدا أن تطلب آدم قائلا للملائكة: افرحوا معي لوجودي الدرهم الضائع. فيا من دبرت كل شيء بحكمة يا إلهنا المجد. مبارك أنت يا رب، علمني حقوقك، إنما صف القديسين وجد ينبوع الحياة وباب الفردوس، فليت لي أنا أيضا أجد الطريق بالتوبة ناه الخروف الضال، فادعوني يا مخلص وخلصني. مبارك أنت يا رب، علمني حقوقك أيها الشهداء القديسون الذين بحمل الله قد كرزوا وذبحوا كالخراف وإلى الحياة الخالدة انتقلوا، أطلبوا إليه دائما أن يمنحنا غفران الجرائم وزلات. Ευλογητό η κυρία διδαξών με τα δικαιώματα σου για ζαμί αλλαδίνα φιλ άλαμ قد سلكتم الطريق الضيقة المحزنة وحملتم الصليب كالنير وتابعتموني بإيمان هلموا تمتعوا بما أعددته لكم من الجوائز والأكاليل السماوية. مبارك أنت يا رب، علمني حقوقك، أنا مثال صورة مجدك الذي لا يوصف، وإن كنت حاملا آثار الزلات فترأف على جبلتك أيها السيد، ونقني بتحننك وامنحني الوطن المحبوب، واجعلني مستوطنا الفردوس أيضا. مبارك أنت يا رب، علمني حقوقك، يا من في القادم من العدم جبلتني
وبصورتك الإلهية أكرمتني، ولما تجاوزت وصيتك أعدتني أيضا إلى الأرض التي منها أخذت. أصعدني إلى المثال للتصور بالجمال القديم أيضا. Ευλογήτω η κυρία, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Αρεχιά, ραμπού, αμπιδακά, ορατήμχων φιλφυρδαού. Χαϊθούμα, σαφού, κυρδισίνα, βασιδικούνα, μυθλελ καουακιβία, τελελαούν. Χουνακά, αρεχιά, αλλάχου, αμπιδακά, ρακιδίν. مريضا عن جميع زلاتهم. المجد للآب والابن والروح القدوس، لنسبح بحسن عبادة اللاهوت الواحد المثلث الضياء هاتفين. قدوس أنت أيها الآب الذي لا بدء له، والابن المساوي لك في عدم البدا، والروح الإلهي. تنرنا نحن المتعبدين لك بإيمان، ومن النار الأبدية اختطفنا. الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. افرحي ايتها الطاهره يا من ولدت الاله بالجسد لخلاص الكل، التي بها جنس البشر وجد الخلاص. فليتنا بك نجد الفردوس يا والده الاله المباركه النقيه. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، نوكساسيو ثيوس. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. أرح يا رب نفوس عبيدك الراقدين. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. كيري إليسوس. أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة، سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين، فندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. لأنك أنت إلهنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. أرح يا مخلصنا عبيدك مع الصديقين، وأسكنهم في مساكنك كما هو مكتوب، وأعرض أيها الصالح عن جميع ذنوبهم المفعولة منهم باختيارهم وبغير اختيارهم، والتي بمعرفة والتي بغير معرفة يا محب البشر. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. أيها المسيح الإله، يا من أشرقت من البتول للعالم، اجعلنا بطلباتها بني النور وارحمنا. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك وكمثل كثرة رأفتك مهما أثمي. اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي، طهرني فأني عارف بإثمي وخطيئتي أمامي في كل حين. إليك وحدك أخطأت وشر قدامك صنعت، لك تزلق في أقوالك وتهرب في محاكمتك. هانذا بالأثام حبل أبيب الخطايا ودفن أمي، لأنك قد أحببت الحق ووضحت لي غوامض حكمتك ومسؤولاتها. تنضحني بزوفة فأطهر وتحصني فبيضوا أكثر من الثلج، تسمعني بهجة وسرورا تبتهج عظامي الذليلة. أستفرجك عن خطاياي وكل ما آثمي، قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من أمام وجهك بروحك القدوسة تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، فعلم ثمة طرقك وكفرة إليك يرجعون. أنقذني من دماء يا الله إله خلاصي، فتجسني بعدلك. يا رب افتح شفتي فيخبر في من تسبيحتك، لأنك لو أثرت ذبيحة كنت الآن أعطي، لكنك لا تسر المحرقات، فذبيحة لله روح منسحق، القلب غاشع متواضع لذل الله. أصلح يا رب مسارك صهيا وتبنى أسفار أورشليم.
حينئذ تسر بذبيحة العدل قربان محرقات، حينئذ قربونا على مذبحك العشور. أيها المخلص غير المائت، أسكن المنتقلين عنا من الوقتيات في مساكن المختارين، ونيحهم مع الصديقين، لأنهم وإن كانوا قد أخطأوا على الأرض بما أنهم بشر، إلا أنك أنت بما أنك الرب البريء من الخطأ، أترك لهم زلاتهم الطوعية والكرهية بشفاعة والدة الإله، لكي نهتف من أجلهم بأصوات متفقة. هللويا هللويا. أنت وحدك غير مائت، يا من صنعت الإنسان وجبلته، فنحن البشر بشر، إذا قد خلقنا من الأرض وإلى الأرض سنذهب كما أمرت يا جابري، وقلت لي أنك أرض أنت وإلى الأرض تعود، حيث نذهب نحن جميع الأنام صانعين مراثي التجنيز بتسبيحة هللويا هللويا. في 11 من هذا الشهر تذكار القديسين الرسولين برثلماوس أحد 12 وبرنابا أحد 70 وعيد أيقونة بواجب الاستهال، فبشفاعاتهم اللهم ارحمنا وخلصنا، آمين. إن إسرائيل لما سلك بقدميه في اللجى كأنه على اليابس، وعاين فرعون المضطهد غريقا، صرخ لنسبح الله تسبيحا على ظفار. ليس قدوس مثلك أيها الرب إلهي، يا من رفعت شان المؤمنين بك أيها الصالح، وثبتنا على صخرة الاعتراف بك. إن الكنيسة الموقرة ترتل كما يليق بالله، معيدة للرب بضبير نقي، وصرخ المسيح قوتي وربي وإلهي. أيها الصالح أتوسل إليك، فأض بنورك الإلهي نفوس المدلجين إليك بشوق، لكي نعرفك يا كلمة الله أنك أنت الإله الحقيقي، الداعي إيانا من ظلمة الزلات. أيها الجزيل الرحمة، مذ رأيت بحر العمر مرتفعا من عواصف التجارب، بادرت إلى ميناك الهادي هاتفا، أصعد من الفساد حياتي. إن الملاك قد صير الأتون مفيضا نادا للفتية الأبرار، ومحرقا بأمر الله الكلدانيين، وأقنع المغتصب أن يصرخ مبارك أنت يا إله أبائنا. نسبح ونبارك ونسجد للرب إن ظاهري مرتعدة أيتها السماوات، ولتتزلزل أساسات الأرض، لأنه وذا ساكن في العلاء قد حسب بين الأموات، وحوي كغريب ضمن قبر حقير، فيا فتيان باركوه، يا كهنة سبحوه، ويا شعوب ارفعوه إلى جميع الأدهار.
لوالدة الإله ومن نور بالتسابيح نكرم معظمين وعظيم نفسي ربا وتبتهج روحي بالله مخلصي يا من هي أكرم من الشرفين وأرفع مادا في غير قياس من السرافين التي بغير فساد ولا نفتري ما الله ويا حقا والدة لله إياك وطلاب لأنه نظر إلى تواضع يمته فهم زلانا أطوبني جميع الأجيال يا من هي أكرم من السرافين وأربع مادة بغير قياس من السرافين التي بغير فساد ولدى كلمة الله ويا حقا والدة لإياك وطلاب لأن القدير صنع بعظائم واسمه قدوس ورحمته إلى جيل فجيل للذين يتقونه يا من هي أكرم من الشرفين وأربع مادا بغير قياس من السرافين التي بغير فساد ولدت كلمة الله وهي حقا والدة لله إياك وعظام صنع عزا بساعده وشتت المتكبرين في ذهن قلوبهم يا من هي أكرم من الشرفين وأرفع مازدا بغير قياس من السرافين التي بغير فساد ولدت كلمة الله وهي حقا والدة لله إياك وعطاك حتى المقتدرين عن الكراسي ورفع المتواضعين أملاجيع من الخيرات والأغنياء أرسالهم فارغين يا من هي أكرم من الشرفين وأربع مازا بغير قياس من السرافين التي بغير كساد ولدت كلمة الله ويا حقا والدة لله ضع إسرائيل فتاه ليذكر رحمته كما قال لأبينا لإبراهيم ولنسله إلى الأبد يا من هي أكرم من الشرفين وأربع مازا بغير قياس من السرافين التي بغير فساد ولدت كلمة الله ويا حقا والدة لله إياك وعظيم كل لسان ينذهل عند مديحك بحسب الواجب وكل عقل فائق العالم يظلم عند تسبيحك يا والدة لله لكن بما أنك صالحة اقبلي مننا بأنك تعرفين شوقنا الإلهي ولأنك أنت شفيعة المسيحين لكن عظام أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله
لأنه إياك تسبح كل قوات السماوات وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. أيها المؤمنون إذ نحن مكملون تذكار جميع الذين رقدوا بالمسيح فلنتذكر اليوم الأخير راغبين إلى المسيح من أجلنا ومن أجله دائما. يا والدة لله الأمة العذراء بما أنك عظمة الملائكة وسلوة المحزونين وشفيعة المسيحين اعضدينا واعتقينا دين العقوبة الأبدية. سبحوه على مقدرته، سبحوه بحسب كثرة عظمته، إن منتهى الموت لمفزع وحكم السيد لمريع، لأن النار التي لا تطفأ معدة هناك والدود الذي لا ينام يعذب. وقاقة الأسنان والظلمة القصوى أبدية. سيدي
سبحوه على مقدرته، سبحوه بحسب كثرة عظمته. إن منتهى الموت لمفزيع، وحكومة السيد لمريعة، لأن النار التي لا تطفى معدة هناك، والدود الذي لا ينام يعذب، وقعقعة الأسنان والظلمة القصوى أبدية، والقضية مخلدة. لأجل ذلك نهتف إلى المخلص، نيح الذين اخترتهم من الوقتيات لأجل عظمات مراحمك. سبحوه بلحن البوق، سبحوه بالمزمار والقيثارة، يا جميع الكائنين في هذا العمر هلموا واقفوا بالقبور، وانحنوا وانظروا خديعة هذا العالم، انذهلوا متحيرين، فأين الآن حسن الجسم؟ وأين شرف الغنى؟ أين تشامخ العمر بالحقيقة؟ إن الجميع باطل، فلذلك نصرخ نحو المخلص، نيح الذين اخترتهم من الوقتيات لأجل عظمات مراحمك. سبحوه بالطبل والمصاف، سبحوه بالأوتار وآلات الطرب، الآن هو في القبر الذي كان على الكرسي، الآن قد تسربل فسادا، المتوشح البرفيرة، لأنه لم يوضع فيما بعد على كرسي بل في لحد، أعز المملكات قد فانية، انظر إن حياة البشر تجوز كالمنام، فلذلك نهتف إليك إلى المخلص، نيح الذين اخترتهم لأجل عظمات مراحمك. سبحوه بنغمات الصنوج، سبحوه بصنوج التهليل، كل نسمة فلتسبح الرب، أيها المخلص، بما أنك محب للبشر، رتب في أحضان إبراهيم وفي أمكنات النياح جميع المنتقلين من هنا على رجاء الحياة الأبدية، والذين استبدلوا هذه الحياة بكل حالة من الأحوال، كل نوع وجنس وسن، رجالا ونساء، والأطفال المولودين حديثا، لأجل عظمات مراحمك. المجد للآب والابن والروح القدوس.
بشر ينحل ويذبل مثل الزهر ويجوز مثل المنام. وأما إذا هتف البوق فإن الأموات أجمع يقومون أيضا كمن زلزالة إلى استقبالك أيها المسيح الإله. حينئذ يا سيد رتب الذين نقلتهم عنا في مساكن قديسك وأعرض عن زلاتهم أيها الذي بحكمتك خلقت البرايا يا من أرسلت الأنبياء ليتنبؤوا بحضورك والرسل ليكرزوا بعظائمك. أما الأنبياء فتنبأوا عن ورودك وأما الرسل فناروا الأمم بمعمودي وأما الشهداء فتمجدوا منهم وهم يتوسلون إليك باتصال أيها سيد مع والدتك. فيا إلهي ومنقذي الذي احتملت صلبة لأجلي أنا المدان نيح نفوس عبيدك الذين نقلتهم عنا وأهلنا لملكوتك. لك أمه المجد أيها رب إلهنا ولك نصر المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. نسبحك نباركك نجد لك نمجدك نشكرك لأجل عظيم جلال مجدك. أيها الرب الملك الإله السماوي الآب الضابط الكل أيها الرب الأبن الوحيد يسوع المسيح ويا روح القدس أيها الرب الإله يا حمل الله يا ابن الآب يا رافع خطيئة العالم ارحمنا يا رافع خطايا العالم. تقبل تضرعنا يا جالس عن يمين الآب وارحمنا
لأنك أنت وحدك قدوس، أنت وحدك الرب يسوع المسيح في مجد الله الآب آمين. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الأبد وإلى أبد الأبد. يا رب مجدا كنت لنا في جيل وجيل. أنا قلت يا رب ارحمني واشفي نفسي لأني قد أخطأت إليك. يا رب إليك لجأت فعلمني أن عمل هواك لأنك أنت إلهي، لأن من قبلك هي عين الحياة بنورك نعاين النور. فابسط رحمتك على الذين يعرفونك. أهلنا يا رب أن نحفظ في هذا اليوم بغير خطيئة. مبارك أنت يا رب إله آبائنا، ومسبح وممجد اسمك إلى الأبد آمين. لتكن يا رب رحمتك علينا كمثل اتكالنا عليك. مبارك أنت يا رب علمني وصاياك. مبارك أنت يا سيد فهمني حقوقك. مبارك أنت يا قدوس أنرني بعدلك. يا رب رحمتك إلى الأبد، وعن أعمال يديك لا تعرض. لك ينبغي المديح، بك يليق التسبيح، لك يجب المجد أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. نكمل البطنة السحرية للرب. أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك، أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة. الرب نسأل ملاك سلام مرشدا أمينا حافظا نفوسنا وأجسادنا. الرب نسأل مسامحة خطايانا وغفران زلاتنا. الرب نسأل الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم. الرب نسأل أن نتمم بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة. الرب نسأل أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب. نسأل بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين، فندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله، لأنك إله الرحمة والرأفات والمحبة للبشر، وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. السلام لجميعكم. لنحن رؤوسنا للرب. أيها الرب القدوس الساكن في العلا والساهر على الدنا والمطلع على كل الخليقة بعينك الناظرة كل شيء، لك قد حنينا عنق النفس والجسد، وإليك نطلب يا قدوس القديسين، فامدد من مسكنك المقدس يدك غير المنظورة وباركنا جميعا، واغفر لنا بما أنك صالح محب للبشر كل ما خطئنا به طوعا أو كرها، مانح إيانا خيراتك العالمية والتي تفوق العالمية، لأن لك أن ترحمنا وتخلصنا أيها المسيح إلهنا، وإليك نرفع المجد مع بيك الذي لا بدء له وروحك الكلي قدس والصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. أيها السيد الجزيل الرحمة، بما أنك مالك تحنونا علينا لا يدرك وينبوع خيرية إلهية غير منتقص، أسكن المنتقلين إليك في بلدة الأحياء في مساكنك المحبوبة المثورة،
وامنحهم أن يثبتوا هناك أبدا، لأنك قد أهرقت دمك عن الكل. أيها المسيح الإله، وابتعت العالم بثمن جسدك الكريم المتسرب للحياة. طوبى لمن اخترتهم وقبلتهم يا رب، يا من احتملت الموت المحيي طوعا وأنبعت الحياة ومنحت المؤمنين النعيم الأبدي. بتحننك الإله أيها سيد الكل الرافع العادم الخطأ، نتوسل إليك رتب به لنا جميع الراقدين على رجاء القيامة، وامنحهم حل الجرائم لكي من أجل هذه الإحسانات يسبح اسمك أيها المسيح، ونمجد نحن المخلصين محبتك للبشر. نفوسهم بالخيرات تحل ونسلهم يرث الأرض أيها المسيح المحسن المحب البشر وحدك. نحن نعلم حقا أنك تسود الأحياء والأموات بسلطانك الإلهي، ولهذا نتوسل إليك نيح عبيدك المؤمنين المنتقلين إليك مع مختارك في مكان الراحة في بهاء قدسيك، لأنك أنت مريد الرحمة وتخلص بما أنك إله الذين جبلتهم على صورتك يا جزيل الرحمة وحدك. المجد للآب والابن والروح القدوس، إنما ذاقت العود قديم في عدن قد حصلت لآدم وجاعا له السم الذي به دخل الموت وابتلى كل جنس البشر، إلا أن السيد قد أتى وحطمت النين ومنحنا القيام صرخوا
لك محيبا للبشر. الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. يا ذات كل قدس، يا من لم تجرب زواجان البتة، لقد ظهرت مسكينا إلهيا لأنك وسعت الإله، وولدته منظورا بين الأنام بجوهرين وأقنوم واحد. يا نقية بما أنه واحد وبكر، وقد حفظك بعد الولادة عذراء عادمة العيب، فتشفعي إليه أن ينيح نفوس المنتقلين بإيمان في محل النور وفي الغبطة والبهجة التي لا يعروها فساد. صالح الاعتراف للرب والترتيل اسمك أيها العلي والخبر برحمتك في الغداة وبحقك في كل ليلة. قدوسنا الله قدوسنا قوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوسنا الله قدوسنا قوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوسنا الله قدوسنا قوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر خطايانا، يا سيد تجاوز عن سيئاتنا، يا قدوس طلع واشفي أمراضنا. ناجي اسمك يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا جوهري أعطنا اليوم، واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه، ولا تدخلنا في التجربة لكن نجنا من الشرير. لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. يا من تدبر الكل بعمق حكمتك ومحبتك للبشر، يا من تمنح الكل ما يوافقهم، أيها المبديع وحدك أرح يا رب أرواح عبيدك، لأنهم عليك قد وضعوا رجاهم. يا إلهنا الصانع والجابيل الكون، المجد للآب والابن والروح القدوس، لأنهم عليك قد وضعوا رجاهم. يا إلهنا الصانع والجابيل الكل الآن وكل أوان ولا دهر الداهرين آمين. إننا قد اتخذناك سورا ومينا وشفيعة حسنة القبول لدى الإله الذي ولدته. يا والدة الإله التي لا عروس لها وخلاص مباركة مملكة الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. بسلام إلى الرب نطلب،
من أجل السلام العلوي وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب. يا رب من أجل سلام كل العالم وثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب. من أجل أبينا وبطريركنا يوحنا ورئيس كهنتنا موسى والكهنة المكرمين والشمامس الخدام بالمسيح وجميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب. من أجل حكامنا ومعازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب. من أجل هذه المدينة وجميع الأديرة والمدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. من أجل أبنائنا الطلاب الذين يقدمون امتحاناتهم ليوفقهم الرب الإله وينير أذهانهم ويرشدهم إلى كل عمل صالح إلى الرب نطلب. من أجل أن ينحسر هذا المرض الوبائي ومن أجل شفاء المرضى وسند وعدد الكوادر الطبية والخدمية الذين يسهرون من أجل صحة الآخرين ومن أجل سلامة العالم يجمع إلى الرب نطلب. من أجل اعتدال الأهوية وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلامية إلى الرب نطلب. من أجل المسافرين برا وبحرا وجوا والمرضى والمتألمين والأسرى والمخطوفين وخلاصهم إلى الرب نطلب. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. اعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد ذكرنا الكليات القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك يا رب لأنه بك يليق كل مجد وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين بشفاعات والدة الإله يا مخلص خلصنا تس برزفيس تستيوتوكوس ترسوس ونماس بشفاعات والدة الإله يا مخلص خلصنا. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. يا آلايسو وعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمته. يا رب ارحم
بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس لنا وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين. خلصنا يا ابن الله يا من هو عجيب في قديسي نحن المرتيرين لك هللويا سوسوني ماسي اثيو او انايس ماستوس صالون داسي هللويا خلصنا يا ابن الله يا من هو عجيب في قديسي نحن المرتلين لك هللويا المجد للاب والابن والروح القدوس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين يا كلمة الله ابن الوحيد الذي لم يزل غير مائت لقد قابلت أن تتجسد من أجل خلاصنا من القديسة والدة الإله الدائمة البتولية مريم وتأنست بغير استحالة وصلبت أيها المسيح إلهنا وبموتك وطئت الموت وأنت لم تزل أحد الثالوث القدوس الممجد مع الله والروح القدس خلصنا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب أعطد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب بعد ذكرنا الكليات القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك يا رب لأنك إله صالح ومحب للبشر وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين تدبر الكل بعمق حكمتك ومحبتك للبشر يا من تمنح الكل ما يوافقهم أيها المبدي لأنهم عليك قد وضعوا رجاءهم يا إلهنا الصانع والجبيل الكون هلموا لنسجد ونركع للمسيح مالكنا وإلهنا خلصنا يا ابن الله يا من هو عجيب في
نحن المرتلين لك هللويا. خلصنا يا ابن الله يا من هو عجيب في قديسي. نحن المرتلين لك هللويا. يا من تدبر الكل بعمق حكمتك ومحبتك للبشر. يا من تمنح الكل ما يوافقه. أيها المبدع وحدك أرح يا رب أرواح عبيدك، لأنهم عليك قد وضعوا رجاءهم. يا إلهنا الصانع والجبيل الكون، خلص يا رب شعبك وبارك وامنح حبيبك المؤمنين الغلب على الشرك، واحفظ بقوة صليبك جميع المختصين بك. مع القديسين أرح أيها المسيح نفوس عبيدك، حيث لا وجع ولا حزن ولا تناهد، بل حياة لا تفنى. إلى الرب نطلب، لأنك قدوس أنت يا إلهنا، وإليك نرفع المجد والسبح المثلث التقديس. أيها الآب والابن والروح القدوس، لنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. قدوسان الله، قدوسان القوي، قدوسان الذي لا يموت رحمنا. Αγίος ο Θεός, Αγίος ισχυρός, Αγίος الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. قدوس الذي لا يموت ارحمنا. Yeah.
رب يا رب، اطلع من السماء وانظر وتعهد هذه الكرمة واصلحها التي يمينك غرستها. Στον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν, είναι φύτευσεν η δεξιά σου. اطلع من السماء وانظر وتعهد هذه الكرمة واصلحها التي يمينك غرستها. خلص المؤمنين يا رب، خلص المؤمنين يا رب، خلص الحسنية العبادة واستجب لنا واستجب لنا لنصغي. افرحوا أيها الصديقون بالرب وابتهجوا، طوبى للذين غفرت ذنوبهم. حكمة فصل من أعمال الرسل القديسين الأطهار. في تلك الأيام لما نجا الذين مع بولس من سفر البحر عرفوا أن الجزيرة تدعى مالطا، فعاملنا البرابرة بمؤانسة غير معتادة، فإنهم أضرموا نارا وتلافونا كلنا من المطر الهاطل ومن البرد. فجمع بولس كثيرا من الحطب ووضعه على النار، فخرجت من الحرارة أفعى وانتشبت في يده. فلما رأى البرابرة الوحش متعلقا بيده، قال بعضهم لبعض: لا جرم أن هذا الرجل قاتل، فإنه بعد أن نجا من البحر لم يدعه العدل يحيى. فنفض هو الوحش إلى النار ولم يصبه بأذى، أما هم فلبثوا يتوقعون أنه سينتفخ أو يسقط بغتة ميتاً. فلما طال انتظارهم ورأوا أنه لم يصبه ضرر، تغيروا وقالوا إنه إله. وكان في نواحي ذلك المكان ضياع لمتقدم الجزيرة المسمى بيبلوس، الذي قبلنا وأضافنا بلطف 3 أيام. وكان أبو بيبليوس ملقاً قد أخذته الحمى والزحار، فدخل إليه بولس وصلى ووضع يديه عليه فشفاه. وبعد ذلك كان سائر الذين بهم أمراض في الجزيرة يأتون ويشفون، فأكرمونا إكراما جزيلا، وعند إقلاعنا زودونا ما نحتاج إليه. وبعد 3 أشهر أقلعنا في سفينة إسكندرية كانت قد شتت في الجزيرة وكانت عليها علامة الجوزاء، فأرسينا في سراكوسا ومكثنا 3 أيام. ومن هناك درنا وأقبلنا إلى ريجيون،
وبعد يوم هبت ريح الجنوب، فجئنا في اليوم الثاني إلى بوتيبول، حيث وجدنا إخوة، فطلبوا إلينا أن نمكث عندهم 7 أيام، وهكذا أتينا إلى روميا. وهناك لما سمع الإخوة بخبرنا خرجوا للقائنا إلى سوق أبيوس والحوانيت 3، فلما رآهم بولس شكر الله وتشجع. ولما أتينا إلى روميا سلم قائد 100 الأسرى إلى قائد المعسكر، وأما بولس فأذن له أن يقيم وحده مع الجندي الذي يحرسه. وبعد 3 أيام دعا بولس من كان هناك من وجوه اليهود، فلما اجتمعوا قال لهم: أيها رجال الإخوة، إني مع كوني لم أصنع شيئا ضد الشعب أو سنن آبائنا، أسلمت من أورشليم أسيرا إلى أيدي الرومانيين الذين بعد أن فحصوني أرادوا أن يطلقوني لأنها لم تكن في علة للموت. فلما قاوم اليهود اضطررت أن أرفع دعواي إلى قيصر، لا كأن عندي شيئا أشكو به أمتي، فلذلك دعوتكم لأراكم وأكلمكم، فإني من أجل رجاء إسرائيل موثوق أنا بهذه السلسلة. فقالوا له: إنا لم تبلغنا كتب في أمرك من اليهودية، ولا قدم أحد من الإخوة يخبرنا أو يكلمنا عنك بشيء من السوء، ولكننا نروم أن نسمع منك ماذا ترى، فإنه من جهة هذا المذهب معلوم عندنا إنه يقاوم في كل مكان. وعينوا له يوما فجاء إليه في منزله كثيرون، فطفق يشرح لهم شاهدا بملكوت الله ومقنعا إياهم من ناموس موسى ومن الأنبياء فيما يختص بيسوع من الصباح إلى المساء. فاقتنع بعضهم بما قيل وبعضهم لم يؤمنوا، وفيما هم ينصرفون غير متفقين فيما بينهم قال بولس كلمة واحدة: حسنا، كلم الروح القدس آباءنا بفم أشعياء النبي قائلا: انطلق إلى هذا الشعب وقل: ستسمعون سماعا ولا تفهمون، وستنظرون نظرا ولا تبصرون، لأنه قد غلظ قلب هذا الشعب وثقلت آذانهم عن السماع، وأغمضوا عيونهم لئلا يبصروا بعيونهم ويسمعوا بآذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. فليكن معلوما عندكم أن خلاص الله قد أرسل إلى الأمم وهم سيسمعونه. فلما قال ذلك مضى اليهود ولهم مواحثة كثيرة فيما بينهم. وقام بولس 2 سنين كاملتين في بيت استأجره، وكان يقبل جميع الذين يقصدونه، مبشرا بملكوت الله ومعلما ما يختص بالرب يسوع المسيح بكل مجاهرة بلا مانع. السلام لك أيها القارئ. السلام لجميعكم. فصل شريف من بشارة القديس يوحنا الإنجيلي البشير التلميذ الطاهر. لك يا رب المجد في ذلك الزمان أظهر يسوع نفسه لتلاميذه من بعد ما قام من بين الأموات، وقال لسمعان بطرس: يا سمعان ابن يونا، تحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم أني أودك. قال له: ارعى حملاني. ثم قال له ثانية: يا سمعان ابن يونا، تحبني؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم أني أودك. قال له: ارعى خرافي. ثم قال له ثالثة: يا سمعان ابن يونا، تودني؟ فحزن بطرس لأنه قال له الثالثة: أتودني؟ فقال له: يا رب، أنت تعلم كل شيء، وأنت تعلم أني أودك. فقال له: ارعى خرافي.
حق الحق أقول لك، إذ كنت شابا كنت تمنطق نفسك وتذهب حيث تشاء، فإذا شخت فستمد يديك وآخر يمنطقك ويذهب بك حيث لا تشاء. وإنما قال هذا دالا على أية ميتة كان مزمعا أن يمجد الله بها. فلما قال هذا قال له اتبعني. فالتفت بطرس فرأى التلميذ الذي كان يسوع يحبه يتبعه، وهو الذي كان اتكأ في العشاء على صدره، وقال يا رب من الذي يسلمك؟ فلما رآه بطرس قال ليسوع يا رب ما لهذا؟ قال له يسوع إن شئت أن يثبت إلى نجي فماذا لك أن تتبعني؟ فذاعت هذه الكلمة فيما بين الإخوة إن ذلك التلميذ لا يموت. ولم يقل يسوع إنه لا يموت، بل إن شئت أن يثبت إلى نجيء فماذا لك. هذا هو التلميذ الشاهد بهذه الأمور والكاتب لها، وقد علمنا أن شهادته حق. وأشياء أخر كثيرة صنعها يسوع لو أنها كتبت واحدة فواحدة لما ظلمت العالم يسع الصحف المكتوبة. وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك الحكمة، حتى إذا كنا محفوظين بعزتك كل حين نرفع إليك المجد أيها الآب والابن والروح القدس لنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. صالح المحيي الآن وكل أوان نطرح أن الآن كل اهتمام نطرح أن الآن كل اهتمام نطرح أن الآن كل اهتمام Oh.
جميعكم وجميع المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين لنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. Πάντονιμο και πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Νηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. قياسة كهنوتك ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أبانا وبطريركنا يوحنا إخواتنا مطارنة الكرسي الأنطاكي المقدس خان المطران بولس إخواتنا الكهنة المشتركين معنا في الخدمة وكلاء هذه الكنيسة ومحسنين إليها والذين يتعبون ويختمون ويرتلون فيها ويساعدونها أحبتنا آل أبو عقد والزين وآل بطي وجميع الحاضرين في هذه الخدمة الشريفة والغائبين عنا من آبائنا وإخوتنا أبناءنا المتقدمين إلى امتحاناتهم من أجل استنارة نفوسهم وأذهانهم ليذكر الرب الإله في ملكه السماوي كل حين لنا وكل آوان وإلى دهر الداهرين. رئاسة كهنوتك ليذكر الرب الإله في ملكوت السماوي كل حين الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. المطوبين الدائمين الذكر الذين عمروا هذا الهيكل المقدس وجميع السابق رقادهم من آبائنا وإخوتنا الموضوعين ها هنا وفي كل مكان وعبيد الله السابق رقادهم جورجيت حبيب نبيل وجميع الذين سبق رقادهم من آبائنا وإخوتنا والذين ذكرت أسماؤهم على المذبح المقدس من الأحياء والأموات وجميع أمواتكم في المسيح ليذكر رب الإله في ملكه السماوي كل حين الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. لنكمل طلبتنا للرب من أجل هذه القرابين الكريمة المقدمة إلى الرب نطلب من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب أعضد وخلص وارحم واحفظ يا الله بنعمتك
ليكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطية الرب نسأل. لك سلام مرشدا امينا حافظا نفوسنا واجسادنا الرب نسأل. مسامحة خطايانا وغفران زلاتنا الرب نسأل. الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلامة للعالم الرب نسأل. أن نتمم بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة الرب نسأل. أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فندعي ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. برافات ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدس الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. السلام لجميعكم. لنحب بعضنا بعضا لكي بعزم واحد نعترف مقرين. أبا وابن وروح قدوسا ثالوث قدسا أبواب الأبواب بحكمة لنصغي قلوب إله واحد آب طاهر كل خارج السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله الحق إله الحق موجود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد ميلاد صندوقي وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا يأتي بنجد ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسدود له ومهجد الناطق الأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية وأعترف بمعمودية واحدة مغفرة الخطايا وترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي آمين. لنقف حسنا لنقف بخوف لنسقي لنقدم بسلام القربان المقدس رحمة سلام ذبيحة تسليم. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس لتكن مع جميعكم. وروحك لنضع قلوبنا فوق هي لنا عند الرب لنشكر الرب واجب
واجبا وحقا أن نسبحك ونباركك ونحمدك ونشكرك ونسجد لك في كل مواضع سيادتك، لأنك أنت الإله الذي لا يفي به وصف ولا يحده عقل غير المنظور غير المدرك، الدائم وجوده والكائن هكذا هو هو. أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس، أنت أخرجتنا من العدم إلى الوجود، وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا، وما برحت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء ووهبتنا ملكك الآتي. فمن أجل هذه كلها نشكرك أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس، من أجل كل الإحسانات الصائرة إلينا التي نعلمها والتي لا نعلمها، الظاهرة وغير الظاهرة. نشكرك أيضا من أجل هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا، مع أنه قد وقف لديك ألوف من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة والشروبيم والسرافيم ذوي الأجنحة الستة وعيون كثيرة متعالين ومجنحين بتسبيح الظفر مترنمين وهاتفين وصارخين وقائلين قدوس 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 بعد أن أخذ خبزاً لدينا وسكرين طاهرتين هذا هو جسدي الذي يكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا. اشربوا منها كلكم، هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يهراق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا. آمين. التي لك وهي مما لك فيما نقدمها لك على كل شيء ومن أجل كل شيء. إياك نسبح، إياك نبارك، إياك نشكر يا رب، إليك نطلب يا إله. إذا نقرب لك هذه العبادة الناطقة وغير الدموية، ونطلب ونضرع ونسعى، فأرسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابة الحاضرة، واصنع من هذا الخبز جسد مسيحك المكرم. بارك اسمك هذا المقدس ودم مسيحك، باركما كليهما يا سيد. حول مياه القدوس. امين امين. لكي يكون المتناولين لنبهت نفسه ومغفرة الخطايا وشركة روحك القدوس وكمان ملكوت السماوات والارض التي لديك لا لمحاكمة ولا لدينونة. هذا نقرب لك هذه العبادة الناطقة من اجل الذين توفوا على الايمان الاجداد والاباء ورؤساء الاباء والانبياء والرسل والكارزين والشهداء والمعترفين والنساك وروحي كل صديق توفي على الايمان، وخاصة من أجل الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم. واجب الاستهال حقه وعبد والدة البريئة من كل العيوب
يا رب أولنا بانا وبطريركنا يوحنا وهبه لكنائسك المقدسة بسلام صحيحا مكرما معافى مديد الأيام مفصلا باستقامة كلمة حقك. اذكر يا رب أولنا بانا ورئيس كهنتنا موسى وابه لكنائسك المقدسة بسلام صحيحا مكرما معافا مديد الأيام مفصلا باستقامة كلمة حقك. والخاطرين في فكر كل واحد من الحاضرين جميعهم وجميعهن وتكن مراحم إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم. بعد ذكرنا جميع القديسين أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب من أجل هذه القرابين الكريمة المقدمة والمقدسة إلى الرب نطلب حتى أن إلهنا المحب البشر الذي قبلها على مذبحه المقدس السماوي العقلي رائحة طيب زكي روحي يرسل لنا عوضا منها النعمة الإلهية وموهبة الروح القدس نطلب بعد التماس الاتحاد في الإيمان وشركة الروح القدس فندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. وأهلنا أيها السيد أن نشتر بدالة وبلا دينونة على أن ندعوك أبا أيها الإله السماوي ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس لنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. السلام لجميعكم ولروحك لنحن رؤوسنا للرب. بنعمة ورأفات ابنك الوحيد ومحبته للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكل قدسه الصالح والمحي الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. أيها الرب يسوع المسيح إلهنا اصغى من مسكنك المقدس ومن مجد ملكك وهلما لتقديسنا أيها الجالس في الأعالي مع الآب والحاضر معنا ها هنا غير منظور وارتضي أن تناولنا بيدك العزيزة جسدك الطاهر ودمك الكريم وبنا شعبك كله لنصغي القدسات للقديسين قد وقفت أمام أبواب هيكلك وعن الأفكار الرديئة لم أنفصل لكن أنت أيها المسيح الإله يا من برر العشارة ورحم الكنعانية وفتح للص أبواب الفردوس افتح لي حنو محبتك للبشر واقبلني متقدما إليك ولامسا إياك كما قبلت الزانية والنازفة الدم أما هذه فبمسها هدب ثوبك نالت الشفاء بأيسر مرام وأما تلك فبمساكها قدميك الطاهرتين نالت حل خطاياها وأما أنا المرثية له فبتجاسري على أن أقبل جسدك كله لا تحرقني بل اقبلني مثل هاتين وأنا حواس نفسي محرقا جراثيم خطيئتي بشفاعاتي التي ولدتك بلا زرع والقوات السماوية لأنك مبارك إلى أبد الدهور آمين. أؤمن يا رب وأعترف بأنك أنت بالحقيقة المسيح ابن الله الحي الذي أتيت إلى العالم لتخلص الخطأ الذين أنا أولهم وأؤمن أيضا بأن هذا هو جسدك الطاهر نفسه وهذا هو دمك الكريم عينه
فأطلب إليك أن ترحمني وتغفر لي زلاتي الطوعية والكرهية التي بالقول والتي بالفعل، التي بمعرفة والتي بغير معرفة، وأهلني بلا دينونة أن أشترك في أسرارك الطاهرة لغفران الخطايا ولحياة الأبدية. هانذا أتقدم إلى الشركة الإلهية، فلا تحرقني من جرى تناولياها يا جابري، فإنك نار تحرق غير المستحقين، بل طهرني من كل دنس. اقبلني اليوم شريكا لعشائك السرية ابن الله، لأني لن أقول سرك لأعدائك ولا أقبلك قبلة غاشة مثل يهودا، لكن كاللص أعترف لك هاتفا، أذكرني يا رب في ملكوتك. ارهب أيها الإنسان عند نظرك الدم المؤله، فإنه جمرة تحرق غير المستحقين. إن جسد الإله يؤلهني ويغذيني، يؤله الروح ويغذي العقل على منوال غريب. لقد شغفتني بالشوق إليك أيها المسيح، وحولتني بعشقك الإلهي، فاحرق خطاياي بنار غير هيولية، وأهلني لأن أمتلئ من النعيم الذي فيك، لكي أعظم طربا حضوريك أيها الصالح. في بهاء قدسيك كيف أدخل أنا غير المستحق؟ فأني إن تجرأت على الدخول معهم إلى الخدر بكتني لباسي، لأنه ليس لباس العرس، وأطرح من الملائكة مغلولا، فطهر يا رب دنس نفسي وخلصني بما أنك محب للبشر. أيها السيد المحب البشر الرب يسوع المسيح إلهي، لا تصل لهذه القدسات محاكمة لعدم استحقاقي، بل لتطهير النفس والجسد ولتقديسهما ولعربون الحياة والملكوت الآتيين. أما أنا فخير لي أن ألتصق بالله وضع في الرب رجاء خلاصي. اقبلني اليوم شريكا لعشائك السرية يا ابن الله، لأني لست أقول سرك لأعدائك ولا أقبلك قبلة غاشة مثل يهوذا، لكن كاللص أعترف لك هاتفا، أذكرني يا رب متى أتيت في ملكوتك. طوبى لمن اخترتهم وقبلتهم يا رب، ذكرهم إلى جيل فجيل. هللويا. بسم الأب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. اليوم يا أحبة بالسبت يلي قبل عيد العنصرة، وتحطلنا الكنيسة تذكار لجميع الراقدين على رجاء القيامة والحياة الأبدية. ومنجي وقبل ما نفوت إلى حلول الروح القدس وتأسيس الكنيسة، نجي في مواجهة هالمشكلة والمعضلة التي تواجه الإنسان، وهي مشكلة الموت. ليش موجود الموت؟ وهل الله ظالم وما بيحب الإنسان حتى سمح إنه الإنسان يموت؟ شو هو الحل لمشكلة الموت في حياة الإنسان؟ الله عندما خلق الإنسان خلقه بدون موت، خلقه لحياة الغبطة الأبدية، يعني يلي ما فيها موت. لكن مع دخول الخطيئة إلى العالم إجا الموت كنتيجة من نتائج هذه الخطيئة، وصار الإنسان كل حياته بدل ما تكون متمحورة حول الشركة مع الله، صارت متمحورة حول الهروب من الموت. الموت بحياتنا يا أحبة منعده أكبر خسارة للإنسان وأكبر شر ممكن يتعرض له الإنسان. ولكن في شيء غريب نسمعه برسالة بولس الرسول وقت اللي بيقول: لأن الحياة لي هي المسيح والموت ربح. بعد ما الكل الموت بالنسبة لهم هو خسارة، عم بيقولنا بولس الرسول الموت هو ربح. كيف يعني الموت هو ربح؟ معقول وقت اللي بنخسر إنسان أو وقت الإنسان بيخسر حياته هو بيربح؟ لحتى نقدر نفهم كلمة بولس الرسول لازم نكون نعرف كيف نسلك في حياتنا. حياة الإنسان يا أحبة ليست للمادة فقط، ولكنها للروح، لحياة الروح يلي هي حياتنا الحقيقية والطبيعية التي خلقنا لأجلها. خلقنا الله لكي لا نموت، لكي نحيا إلى الأبد، لتكون دائما الروح هي السائدة. ولكن الإنسان اختار المادة
وبدل ما تكون المادة وسيط ووسيلة لينمو في الروح بالحياة مع الله، صارت المادة هي غاية بحد ذاتها. فوقت الخسر الإنسان بالموت خسر المادة، يعني خسر كل شيء. لهيك الموت بالنسبة للإنسان المادي هو خسارة، ولكن بالنسبة للإنسان الذي يحيا مسلكية روحية، للإنسان الذي يحيا لغاية الروح وشركة الروح، فهو ربح، لأنه تحرر بقى من قيود المادة وطلعنا وصعد إلى الشركة مع الله. ما فينا نكون نظريين يا أحبة ونقول إنه المادة ما إلى قيمة. لا، المادة في حياة الإنسان مهمة، بل ومهمة جدا، لأنه شئنا أم أبينا نحن مخلوقون من المادة ومن الروح، والمادة بحياتنا هون طاغية على حياة الروح. بدنا ناكل، بدنا نشرب ولا منموت، بدنا نتطبب ولا منمرض ومنموت. الحياة المادية هي حياة واجبة في هذا العالم، ولكن كيف بيكون الإنسان روحاني؟ ما يعني ببطل يأكل وببطل يشرب، لا، الإنسان الروحاني هو الذي من خلال المادة يجد نعمة الله وروح الله. بدل ما يأكل وفقط بيأكل ويمجد الله، بدل ما يشرب بس بيشرب وبيمجد الله. كل حياة الإنسان الروحي هي تمجيد لله، شركة مع الله، حياة مع الله. الله أعطانا هالإمكانية يا أحبة أن نحيا هذه الحياة الروحية هون بالكنيسة يلي أسسها بحلول الروح القدس. مشان هيك الكنيسة منشوفها بتقدس كل شيء مادي. الخبز والخمر هن مجرد أكل وشرب، ولكن بالتقديس بحلول الروح القدس بصيروا المأكل والمشرب، جسد ودم الرب. الماء هو مجرد ماء يروي ظمأ الجسد، ولكن الكنيسة بتقدس الماء وبتجعله لشفاء النفس والجسد. الزيت كمان بتقدسه لشفاء المرضى. البخور، الوردة، كل هالأمور المادية الجميلة الموجودة في وسط الكنيسة بتاخد معناها الحقيقي بحلول الروح القدس عليها، فنسلك وتصبح كل هذه الأمور لتمجيد الله، ونسلك نحن في حياة الروح. لهيك يا أحبة قبل ما نفوت إلى عيد العنصرة الذي هو تعيد تأسيس الكنيسة، بتحطلنا الكنيسة اليوم سبت الراقدين لحتى شوي نظبط البوصلة تبعنا بالحياة. الموت هو خسارة، ولكنه من ناحية تانية ربح أكبر. الموت هو خسارة لمحبة الإنسان اللي عايشين معه، مات يعني خسرناه بالمحبة المادية، ولكن كسبناه بمحبة الروح التي لا تفنى. لهيك ونحن اليوم بهالسبت عم نصلي لجميع الراقدين على رجاء القيامة والحياة الأبدية، كمان عم نصلي بشكل خاص لأحبتنا الراقدين جورجيت وحبيب ونبيل يلي خسرناهم أكيد من جنبنا ماديا، ما بقى عم نتعزى بأنه نشوفهم نسمعهم نحكي معهم، ولكن بدنا ننتبه لشغلة كتير مهمة يا أحبة، إن لم نخسرهم في الكنيسة أو بشركة الروح. في الكنيسة عنا الكنيسة المجاهدة، يعني نحن اللي عم نجاهد ضد آلامنا وأوجاعنا وأتعابنا، ولكن في الكنيسة الظافرة التي هي رجاؤنا المنتصرة يلي هي كنيسة الروح، يلي كلياتنا مدعوين أن نحيا فيها. الكنيسة إن كانت الظافرة وإن كانت المجاهدة يلي هي نحن، هي كنيسة واحدة تحيا شركة، شركة حقيقية، شركة عميقة، لكنها شركة الروح، وبيفهمها الإنسان الذي يسلك بالروح. لهيك يا أحبة أحيانا المنطق بالكنيسة بيكون مختلف. بالكنيسة الإنسان الذي يضحي هو الإنسان الذي يربح، بينما في العالم الإنسان اللي بيضحي هو إنسان عم بيخسر من المادة التي معه. لكن في الكنيسة الإنسان المحب الذي يضحي، الذي يبذل نفسه، هو الإنسان
الذي يربح، ما بيربح المادة، أكيد بيخسر المادة، لكنه يبذلها لأجل شركة الروح ولأجل الحياة مع الله. وهيدا منشوفه بمثال أختنا جورجيت الراقدة يلي صبرت على مرضها وصبرت على فقدان ابنها، وبمثال أخوتنا الراقدين كمان حبيب ونبيل يلي كل واحد منهم عنده قصة صبر وقصة جهاد وقصة تضحية. وكل واحد مننا يا أحبة يلي نحن بالكنيسة هيدا رجاءنا لكي يكون الموت لنا هو ربح، كيف؟ بأن نبذل المادة لأجل الروح، وقتها بصير الموت هو مجرد انتقال من حياة المادة إلى حياة الروح، من الكنيسة المجاهدة إلى الكنيسة الظافرة، من حياة الأتعاب والأوجاع إلى حياة المجد يلي بنحياها مع ربنا في ملكوت السماوات. لهيك يا أحبة ولو كان هذا السبت هو سبت للراقدين، ولكن بقلكن ينعاد عليكن إن شاء الله بأن نكون أبناء للروح، أبناء للروح نسلك في الروح وبنتعاطى مع راقدين تعاطي الروح، تعاطي الكنيسة، تعاطي المجد الأبدي يلي كلياتنا مدعوين أن نسلك إليه. لهيك يا أحبة ربنا يريح نفوس جميع الراقدين، جميع أحبتنا الراقدين وبشكل خاص جورجيت وحبيب ونبيل، ربنا يريح نفوسهم، يمنحهم شركة الدهر الآتي، شركة الملكوت، ويعطينا بالروح القدس الحال فينا أن نبقى في شركة معهم، هي شركة أسمى من أي شركة مادية كنا عايشينها، هي شركة المحبة، هي شركة الصلاة، هي شركة الروح القدس بربنا يسوع المسيح له المجد إلى الأبد. آمين. بخوف الله وإيمان ومحبة تقدموا. الله الرب ظهر لنا مبارك الذي باسم الرب. أيونا Ooh.
خلص يا الله شعبك وبارك ميراثك. تناولنا أسرار المسيح الإله المقدس الطاهر المحيى الرهيبة، فلنستقم ونشكر الرب باستحقاق. أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد أن نسأل أن يكون يومنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة، فلندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. لأنك أنت تقديسنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس لنا وكل آوان وإلى دهر الداهرين. لننطلق بسلام إلى الرب نطلب. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم، اسم الرب باركا. يا مبارك ومباركك يا رب مقدس التوكلين عليك، خلص شعبك وبارك ميراثك، احفظ كمال كنيستك، قدس الذين يحبون جمال بيتك، أنت منحهم عوضا من ذلك مجدا بقدرتك الإلهية. لا تهملنا نحن التوكلين عليك، هب السلام لعالمك، لكنائسك، للكهنة، للحكام، ولكل شعبك، لأن كل عطية صالحة وكل موهبة كاملة هي من العلاء منحدرة من لدنك يا أبا الأنوار، وإليك نرفع المجد والشكر والسجود أيها الآب والابن والروح القدس أنا وكل أوان ولدهر الداهرين. آمين. ليكن اسم الرب مباركا بنا الآن وإلى الأبد. ليكن اسم الرب مباركا بنا الآن وإلى الأبد. بنا الآن بس يا أحباء هلأ رح نعمل النياحة العمومية اللي بنعملها والطلبة العامة اللي بنعملها بسبت الأموات، بعدين بنختم الصلاة وبعدها بنعمل النياحة الخاصة للمرحومين جورجيت وحبيب ونبيل. تبارك الله إلهنا كل حين لنا وكل آوان وإلى دهر الداهرين. أيها المخلص أرح نفوس عبيدك مع أرواح الصديقين الراقدين، واحفظها للحياة السعيدة التي من قبلك يا محب البشر. أرح يا رب نفوس عبيدك في راحتك، حيث جميع قديسيك يستريحون، لأنك أنت وحدك الذي لا يموت. مجد للآب والابن والروح القدس، أنت إلهنا الذي انحدرت إلى الجحيم وحللت أوجاع المعتقلين. أنت يا مخلص أرح نفوس عبيدك السابقين رقادهم. أنا وكل أوان وإلى دار الدهر الأمرين. افرح يا طاهر يا من ولدت الإله في غير زرع. إليه توسلي أن ينايح نفوس عبيده السابق رقادهم.
ارحمنا يا الله بعظيم رحمتك نطلب إليك فاستجب وارحم. وأيضا نطلب من أجل الذكر المغبوط والراحة الأبدية لجميع المسيحيين الحسني العبادة الأرثوذكسيين السابق رقادهم من الملوك والبطاركة ورؤساء الكهنة والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات والعلمانيين والعلمانيات وعبيد الله الذين ذكرت أسماؤهم على المذبح المقدس وإخوتنا وآبائنا وأجدادنا والذين سبقوهم المتوفين في أي مكان وبأي نوع من أنواع الميتات المتعددة ومن أجل غفران خطاياهم الطوعية والكرهية لكي يرتب الرب الإله نفوسهم حيث الصديقون يستريحون فلنسأل لهم رحمات الله وملكوت السماوات وغفران خطاياهم من المسيح الذي لا يموت ملكنا وإلهنا إلى الرب نطلب. يا إله الأرواح والأجساد كلها، يا من وطئ الموت ونقض قوة الشيطان ومنح الحياة لعالمه، أنت يا رب ارح نفوس عبيدك جميع المسيحيين الحسني العباد السابق رقادهم في مكان النير، في مكان خضرة، في مكان انتعاش حيث لا وجع ولا حزن ولا تنهد. وبما أنك إله صالح ومحب للبشر اغفر لهم كل خطيئة اقترفوها بالقول أو بالفعل أو بالفكر، لأنه ليس من إنسان يحيا ولا يخطأ، بل أنت وحدك منزه عن الخطيئة وعدلك عدل إلى الأبد وقولك حق. لأنك أنت هو القيامة والحياة والراحة والنياح لنفوس عبيدك السابق رقادهم على اسمك أيها المسيح إلهنا، وإليك نرفع المجد مع عبدك الذي لا بد له وروحك الكلي قدس الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الدهرين. مجد لك يا إلهنا، المجد لك أيها المسيح إلهنا الحقيقي، يا من يسود الأموات والأحياء بما أنه ملك لا يموت وقد قام من بين الأموات بشفاعة أمك الكلية الطهارة والقديسين المشرفين الرسل الجديرين بكل مديح وآبائنا الأبرار المتوشحين بالله والقديس المجيد صديق المسيح العازر رباعي الأيام وجميع القديسين، رتب نفوس عبيدك المنتقلين عنا في مظال الصديقين وأحصها مع القديسين والأبرار، وأما نحن فارحمنا وخلصنا بما أنك إله رحيم ومحب للبشر. فليكن ذكرهم مؤبدا، فليكن ذكرهم مؤبدا، فليكن ذكرهم مؤبدا. إلى الرب نطلب. بركة الرب ورحمته تحلان عليكم بنعمته الإلهية ومحبته للبشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. المجد لك أيها المسيح الإلهي، رجاءنا المجد لك أيها المسيح إلهنا الحقيقي، يا من يسود الأموات والأحياء بما أنه ملك لا يموت وقد قام من بين الأموات بشفاعة أمك القديس الكلة الطهارة والبريئة من كل عيب وبقدرة الصليب الكريم وطباق قوة السماوية أوامن عديدة يا سيد، إلى أوامن عديدة يا سيد، إلى أوامن عديدة يا سيد. صلوات أبانا القديسين أيها الرب، صلوات سيدنا القديس أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. تبارك الله إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أيها المخلص أرح نفوس عبيدك مع أرواح الصديقين الراقدين
واحفظها للحياة السعيدة التي من قبلك يا محب البشر. يا رب أرح يا رب نفوس عبيدك في راحتك حيث جميع قديسيك يستريحون، لأنك أنت وحدك الذي لا يموت. المجد للآب والابن والروح القدس، أنت إلهنا الذي انحدرت إلى الجحيم وحللت أوجاع المعتقلين. أنت يا مخلص رح نفوس عبيدك جورجيت حبيب نبيل السابقي رقاده الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين. افرح يا طاهر الأمل ولك بغير سلام إليه توسلي أن ينيح نفوس عبيده السابق رقاده. ارحمنا يا الله بعظيم رحمتك، نطلب إليك فاستجب وارحم. وأيضا نطلب من أجل راحة نفوس عبيد الله جورجيت حبيب نبيل السابق رقادهم، ومن أجل غفران جميع خطاياهم الطوعية والكرهية، لكي يرتب الرب الإله نفوسهم حيث الصديقون يستريحون. ونسأل لهم رحمات الله والملكوت السماوي وغفران الخطايا من المسيح الذي لا يموت، ملكنا وإلهنا إلى الرب نطلب. يا إله الأرواح والأجساد كلها، يا من وطئ الموت ونقض قوة الشيطان ومنح الحياة لعالمه، أنت يا رب أرح نفوس عبيدك نبيل حبيب جورجيت السابق رقادهم في مكان نير، في مكان خضرة، في مكان انتعاش، حيث لا وجع ولا حزن ولا تنهد. وبما أنك إله صالح ومحب للبشر، اغفر لهم كل خطيئة اقترفوها بالقول أو بالفعل أو بالفكر، لأنه ليس من إنسان يحيى ولا يخطأ، بل أنت وحدك منزه عن الخطيئة وعدلك عدل إلى الأبد وقولك حق. لأنك أنت والقيامة والحياة والراحة والنياح لنفوس عبيدك السابق رقادهم على اسمك أيها المسيح إلهنا، وإليك نرفع المجد مع بك الذي لا بد له وروحك الكلي قدسه الصالح والمحيي وكل آوان وإلى دهر الداهرين. المجد لك أيها المسيح الإله رجاءنا، المجد لك أيها المسيح إلهنا الحقيقي من يسود الأموات والأحياء، بما أنه ملك لا يموت وقد قام من بين الأموات بشفاعة أمك الكلية الطهارة والقديسين المشرفين الرسل الجديرين بكل مديح، وآبائنا الأبرار متوشحين بالله والقديس المجيد صديق المسيح لعازر رباعي الأيام وجميع القديسين، رتب نفوس عبيدك المنتقلين عنا في مظال الصديقين. أمين. وأحصها مع القديسين والأبرار. أمين. وأما نحن فارحمنا وخلصنا بما أنك إله رحيم ومحب للبشر. فليكن ذكرهم مؤبدا. القديسين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. صلوات سيدنا القديس أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. مسيح قام والعمر لكم. مسيح قام. يا أحباء تعازي آل عدي وآل الزين بقاعة كنيسة الصليب، تعازي آل بطي بقاعة كنيسة الصليب أيضا. مسيح قام العمر لكم.